السلام عليكم أعزائي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي جريد 5 في شرح منهج الساينس مع مستر ماجد نجيب فهيم. إن شاء الله النهاردة هنكمل باقي منهج الساينس يونت 1 ليسون 4 ماجنتيزم أند إلكتريسيتي بارت 1. يا ريت اللي مشاركش في القناة يعمل اشتراك ويتابع معايا القناة بإذن الله. طبعا النهاردة هنكمل باقي شرح منهج الساينس وهناخد ليسون 4 في يونت 1، وإحنا اتفقنا إن يونت 1 مكونة من 4 ليسونز، ويونت 2 2 ليسونز، ويونت 3 ان شاء الله 2 ليسونز برضو. النهارده هنكمل ليسون 4 ماجنتيزم اند الكتريستي. يعني ايه ماجنتيزم اند الكتريستي؟ المغناطيسيه والكهربائيه والكهرباء الاثنين مرتبطين ببعض. يعني احنا النهارده هنعرف ان من الكهرباء ممكن نعمل ماجنت، وهنعرف ان من ماجنت ممكن نولد ايه؟ كهرباء. تعال نشوفها واحده واحده ونشوفها مع بعض. اول حاجه عندنا ان من الالكتريك كارنت هاز ا ماجنتيك افكت. يعني ايه مستر الكلام ده؟ يعني الكهرباء او التيار الكهربي عنده ماجنتيك افكت. ايه اللي يثبت لي الكلام ده؟ احنا لو جبنا كومباس زي كده، كلنا عارفين الكومباس خدناه المره اللي فاتت، وجبنا سلك حطيناه جنب الكومباس، طبعا الكومباس نيدل ده مصنوع من ماجنت. ماجنت على شكل ايه؟ خدناها في ليسون 3 ماجنتايزد نيدل، شبه نيدل يعني ابره اهي. اول ما هوصل الكهرباء بالبتري هلاحظ ان النيدل دي يحصل لها تتحرك يمين وشمال. ليه اتحركت يمين وشمال او حصل لها ديفليكت؟ يعني ايه ديفليكت يا مستر؟ انحرفت، يعني تنحرف. اللي يحرك النيدل دي حاجه واحده بس، ان يكون في ماجنتيك فيلد حواليها، يكون حواليها ايه؟ ماجنتيك فيلد. طب امال ايه اللي حرك النيدل يبقى في ماجنتيك فيلد؟ جه منين الماجنتيك فيلد يعني المجال المغناطيسي، او جه منين الماجنت اللي حوالين النيدل؟ جه من التيار الايه؟ التيار الكهربي او الالكتريك كارنت. نشرحها تاني مع بعض. احنا هناخد النهارده ان اول حاجه ان الكهرباء الكتريك كارنت عندها هاز ماجنتيك افكت. ازاي نعرف الكلام ده؟ لو جبنا كومبس وجبنا عليه وحواليه سلك كهربائي الكتريك واير ووصلته بالبتري، اول ما هوصل السلك بالبتري الكومبس نيدل ديفليكت، الكومبس نيدل ديفليكت. طب ايه ديفليكت؟ ايه المشكله؟ ما ديفليكت بسبب ايه؟ ايه اللي خلاها ديفليكت يعني انحرفت؟ ان في حواليها مجال مغناطيسي. جه منين المجال المغناطيسي اللي حوالين النيدل؟ من الالكتريك كارنت. طب شيل السلك ده كده من البتري، هلاحظ ان الكومباس نيدل ما حصلهاش اي حاجه وما اتحركتش من مكانها. اما اول ما هعمل كونكت للبتري الاحظ الكومباس نيدل ديفليكت. يبقى وين الكتريك كارنت باسس ثرو ذا واير ذا كومباس نيدل ديفليكت. كومباس نيدل ايه؟ ديفليكت. ايه اللي خلى كومباس نيدل ديفليكت؟ انك حصل انك جنريت ماجنتيك فيلد باي يوزنج الكتريك كارنت، يعني ولدت مجال مغناطيسي باستخدام الكهرباء. يبقى ده يثبت لي ان الالكتريك كارنت هاز ا ماجنتيك افكت. يبقى نقول تاني مع بعض، اول حاجه الالكتريك كارنت عنده ماجنتيك افكت، الكهرباء ممكن نعمل منها ماجنتيك افكت او تاثير مغناطيسي. ازاي نعرف؟ هجيب كومباس، نستخدم كومباس. الكومباس اول ما هعمل كونكت للواير مع الباتر يعني الكهرباء الكتريك كارنت عدت في الواير، الاحظ ان دي اللي يحصل لها ايه؟ ديفليكت. ايه اللي خلاها ديفليكت؟ ان في ماجنتيك فيلد استخدم او طلع باي يوزنج الكتريك ايه؟ كارنت. باي يوزنج الكتريك كارنت. يبقى ده اثبات ان الالكتريك كارنت عنده ماجنتيك ايه؟ افكت. جبنا الموضوع ده واستفدنا منه في صناعه جهاز اسمه ذا الكترو ماجنت اللي انتم شايفينه قدامنا مع بعض ده. ايه الالكترو ماجنت؟ بيتكون من ثلاث حاجات. اول حاجه واير، سلك معمول على شكل واير زي ما احنا شايفين، وايرون نيل مسمار عادي من الروت ايرون، نوع من انواع الايه؟ الايرون اسمه روت ايرون، وباتري حجر بطاريه. يبقى ادي الالكتروماجنت تركيبه البسيط ده واير على شكل كويل،
وايرون نيل، ونلف الواير على شكل كويل حوالين الايرون نيل مصنوع من روت ايرون وباتري. وايه وباتري؟ نقول تاني تركيبه مع بعض، الاستراكشر بتاعه استراكشر مين هو؟ الالكترو ايه ماجنت. اقول تاني روت ايرون كويل سلك من الكبر، كويل فروم كبر واير، وباتري ده مصدر الالكتريك ايه كارنت. ده تركيب الالكترو ايه ماجنت. يبقى اقول تاني مع بعض تركيب الالكترو ماجنت، كويل وباتري وروت ايرون. كويل باتري روت ايرون. الكويل مصنوع من الكبر واير، الايرون اللي هنعمله البار ده اللي في النص عبارة عن روت ايرون. يعني روت ايرون حديد مطاوع اسمه روت ايرون. وباتري، الباتري دي مصدر للتيار الايه الكهربي. اول ما هوصل الباتري بالسلك الايرون هيبقى ماجنت. تعال نشوفها مع بعض ونعملها مع بعض. يبقى نقول مع بعض تاني، الالكترو ماجنت بيتكون من كويل وروت ايرون وباتري. ايه فكرته الروت ايرون او الالكترو ماجنت؟ انا اول ما هعمل كونكت لي الباتري، يعني انا كده الكهرباء عدت في الكويل، الروت ايرون يا اولاد هيتحول هيبقى تمبراري ماجنت. يعني ايه تمبراري؟ مؤقت. يعني ايه مؤقت؟ يعني اول ما هفقد الكهرباء هيبقى ايرون، اول ما هوصل الكهرباء هيبقى تمبراري ماجنت. شوف المسمار هيبدا يعمل اتراكت لمين؟ للايرون نيل. اي ايرون؟ اهو مثلا ايرون نيل اهو عمل ايه؟ عمل اتراكت للايرون. يبقى كده اول ما عملت كونكت للباتري الايرون بقي ماجنت. اول ما هعمل كاتنج حصل الايرون وقع ما رضيش يعمل له اتراكت اهو. اما اول ما هوصل الكهرباء بالباتري اهو، فكر معايا او بص معايا، اول ما هوصل الكهرباء بالباتري هيبدا يعمل ايه؟ اتراكت لمين؟ للايرون. هيعمل اتراكت زي ما احنا شفناها من شويه للايرون اهو، بدا يعمل اتراكت لمين؟ للايرون. شايفين الايرون بقي ايه هنا؟ الايرون بقي ماجنت، بس ماجنت تمبراري. يعني ايه تمبراري؟ يعني مؤقت. اول ما اعمل كات للكهرباء الايرون هيقع زي ما احنا شايفين. يبقى تعال نبص مع بعض على الالكترو ماجنت زي ما احنا شفناها مع بعض. الالكترو ماجنت عبارة عن مغناطيس كهربي بيتكون من كويل وباتري وروت ايرون. لما الكتريك كارنت باس ثرو ذا واير، الالكتريك كارنت بتعدي في الواير، الايرون بيكم ايه؟ تمبراري ماجنت. الايرون يصبح ماجنت مؤقت تمبراري. لما اعمل كات للالكتريستي زي ما شفناها في الفيديو مع بعض، اعمل كقطع للالكتريستي ذا ماجنت لوز يفقد اتس فورس اند بيكام ايرون، يبقى حته ايرون عاديه. يبقى اول ما هوصل الباتري يعني هوصل الكهرباء الايرون ده، الكهرباء هتعدي في السلك، الايرون هيبقى تمبراري ماجنت. اول ما هقطع الكهرباء وهفصل السلك الايرون بيحصل ايه؟ الماجنت، الماجنت لوز اتس فورس، هيفقد قوته ويبقى ايه؟ ايرون عاديه. يبقى لو عرفنا فكره الالكترو ماجنت ايه هي؟ فكره الالكترو ماجنت انه بحول، اقسم الكلمه كده الكترو ماجنت، بحول الالكتريك انرجي لماجنتيك انرجي. يعني بحول الطاقه الكهربائيه لطاقه ايه؟ مغناطيسيه. يعني بخلي الايرون ماجنت، يبقى الالكتريك بتخلي الايرون ايه؟ ماجنت. يبقى الكتريك كارنت او الكتريك انرجي تو ماجنتيك انرجي. دي الفكره بتاعت مين؟ الالكترومغنت. دايما بتجيلي في الاسئله تشينج من ايه لايه؟ اقسم الكلمه نصين، الكتريك لماجنتيك. ما دام بحول الكتريك لماجنتيك يبقى ضمها تاني الكترومغنت، مغناطيس كهربي. ده هي فكره الالكترومغنت. تعال نشوف الالكترومغنت بيشتغل ازاي او تركيبه. احنا قلنا المره من شويه كويل باتري روت ايرون. طب فكرته ايه زي ما احنا شفنا في الفيديو؟ ان الالكتريك كارنت لما يعدي باس ثرو ذا واير الكهرباء هتعدي في السلك، الروت ايرون ده هيبقى تمبراري ماجنت. يعني ايه تمبراري؟ مؤقت، يعني مش دايم.
ليه مش ليه مش دايم؟ علشان لما اعمل كات للالكتريسيتي، قطعت الكهرباء، الماجنت هيفقد لوز اتس فورس، زي ما احنا شفنا برضو من شوية اول ما قطعت السلك المسمار وقع. ليه المسمار وقع؟ علشان هو ما بقيش ماجنت، بقي حتة ايرون اند بيكام ايرون. دي فكرة الالكتروماجنت، انه بحول الكتريك انرجي لماجنتيك ايه انرجي. تعال نشوف استخدامات الالكتروماجنت الصغير ده بنستخدمه في ايه. احنا يا اولاد بنستخدم الالكتروماجنت في حاجات موجودة عندنا في البيت، ايه هي مثلا؟ اول حاجة الكتريك بيل، جرس الكهرباء، الجرس البرني ده، مش اللي بيعمل صوت موسيقى، اللي بيعمل جرس، الكتريك بيل. الكتريك ميكسر، الخلاط في البيت برضو فيه الكتروماجنت. ديسك درايف بتاع الكمبيوتر، ديسك درايف. والتي في اللي فيه الكترو ايه ماجنت. دول استخدامات الالكتروماجنت. طب ده فيهم الكتروماجنت صغير، انا عاوز اعمل هيوج الكتروماجنت. يعني ايه هيوج الكتروماجنت؟ فيه قوة اكبر، تشيل حاجة مش او بيشيل بيجذب، يعمل اتراكت لحاجة قليلة، لا يعمل اتراكت لحاجات تقيلة. عشان استخدم او اعمل هيوج الكتروماجنت، هجيب الكويل بتاعتي هزودها، يعني ما هعملش كويل زي اللي انا عاملها دي، لا اجيب سلك اكتر والفه واعمله كويل. والباتري بتاعتي بدل ما اجيب باتري مثلا واحده، هجيب 3 باتري، 4 باتري، او اجيب بطاريه اكبر غير دي خالص، اكبر من كده وتديني قوه كهرباء اكتر. هتلاقي انه هيعمل ايه الفورس بتاعتي، او الانكريز ماجنتيك ايه فورس. يبقى في طريقتين علشان اعمل هيوج الكتروماجنت او ويز طرق لانكريز ماجنتيك فورس. استخدم حاجتين، اول حاجه هزود نمبر اوف كويل، يعني هزود السلك وهعمل كويل اكتر، انكريز نمبر اوف كويل. تاني حاجه هزود الانتنستي اوف الكتريك كارنت، يعني ايه انتنستي؟ شده التيار الكهربي هزودها، بستخدم ايه مور باتري، اكتر بطاريات كتيره. يبقى دول طريقتين عشان اعمل هيوج الكترو ماجنت. طب ما نيجي نعمل هيوج الكترو ماجنت نستخدمه في ايه؟ حاجه اسمها بيج سايزد وينش، موجود في الفاكتورز المصانع. البيج سايزد وينش ده الكرين، او بنسميه الكرين. بيعمل ايه البيج سايزد وينش؟ يعمل يوصل كهربا. الحديده ضخمه كده بتكون في الوينش، تبدا تشيل موف ذا هيفي ايرون بلوكس، البلوكات الحديد، عربيات خرده، اي حاجه حديد في المصنع، بدل ما يشيلوها بايديهم لا يشيلوها بايه بيج سايزد وينش. واول ما يعملوا كاتنج يبدا ينزل حاجه ايه في المكان اللي هم عاوزين ينقلوه فيها. ده اسمه بيج سايزد وينش. بس في ايه البيج سايزد وينش؟ الكترو ماجنت ماله هيوج، يعني هيوج ضخم كبير. يبقى نقول تاني استخدامات الكترو ماجنت، يستخدم في الكتريك بيل، الكتريك ميكسر، ديسك درايف، تي في، وبرضه في الوينش اسمه كرين او بيج سايزد وينش، الوينش الكبير اللي بيشيل حاجات تقيله. طيب ازاي هعمل الكترو ماجنت هيوج يعني ضخم، او هزود ماجنتيك فورس يعني القوه المغناطيسيه، هزودها ازاي؟ برافو عليكم. هزود نمبر اوف كويل تيرن، عدد اللفات بتاعت الكويل او الكبر، لازم اجيب سلك اكتر، ما اعملش بقى حاجه صغننه. وهزود الكهرباء، انكريز انتنستي اوف الكتريك كارنت، باستخدام ايه مور باتريز او بطاريات اكتر. بالطريقه دي يا اولاد عرفنا ان الماجنت بيتولد من ايه، من الالكتريسيتي. ان شاء الله في بارت 2 هناخد العكس بقى، ان من الماجنتيزم اولد الكتريسيتي، اما هنا احنا خدنا الكتريك يعمل ايه ماجنت. يبقى المره الجايه ان شاء الله بارت 2 هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على ان الكهرباء ممكن تطلع من مين؟ من الماجنت. وهنسمع هنشوف اسم الجهاز اللي بيعمل من ماجنت هنولد كهرباء اسمه ايه؟ اما الجهاز اللي من الكهرباء بيعمل ماجنت اسمه الكترو ماجنت، بقى من اسمه الكترو ماجنت، بحول من الكتريك لماجنتيك، الكتريك انرجي لماجنتيك ايه؟ انرجي. بالطريقه دي ان شاء الله المره الجايه نشوفكم، نكمل بقى الدرس بارت 2 ونشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.